يا مساء الفل والجمال على كل مشاهدينا. مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم هنتحاور. في برنامجكم النهارده هنتحاور، بس هنتحاور بشكل مختلف شويه، بشكل كده ممكن يضربك انت وقاعد بتسمع الحلقه. هنتحاور مع بعض، كمان هنعرف ازاي هنضربكم النهارده، هيكون عندنا امل في بكره، كل ده واكتر اثناء حلقتنا. حلقتنا النهارده هتكون مميزه جدا، لان النهارده ضيفنا مميز، وضيفنا حد هيعجبكم النهارده وهيطربكم بشعره. بس خلينا نطلع نشوف تقرير ونرجع لكم تاني، استنونا. يا مساء الفل والجمال على كل مشاهدينا ومشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامج هنتحاور. النهارده نزلنا الشارع عشان نتكلم عن الام والاب. طبعا زي ما احنا عارفين ان الام والاب بالنسبه لكل واحد فينا اهم حاجه في الدنيا وما نقدرش نستغنى عنهم، فعلشان كده نزلنا النهارده الشارع عشان نعرف ونشوف راي الناس، الام والاب بالنسبه لكل واحد فيهم ايه، فيلا بينا نشوف راي الناس. تعرف بحضرتك؟ محمد عبد المطع جوه. استاذ محمد، احنا النهارده نزلنا الشارع عشان نتكلم عن الام والاب، عاوزين حضرتك توصف والدتك في كلمه. هي الجمال في حياتي كلها. وايه تاني؟ يعني شامل كل حاجه في حياتي، اعتبر هي الحاجه الوحيده اللي في قلبي بالذات. طب لو قلنا لحضرتك دلوقتي تتصل بوالدتك وتعمل معاهم كلمه وتقول لها انك بتحبها جدا، تقدر تعمل كده؟ اقدر، ما مش ليه. تمام. ايوه يا حجوك، ازيك يا باشا؟ بقول لك انا بحبك قوي وما اقدرش استغنى في اي وقت من الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك. لا يا سلام. اه والله. بحبك انا كمان ما اقدرش استغنى عنك. ربنا يخليك ليا احسن ام في الدنيا يا حبيبتي. حبيب قلب. مش عايز تقول حاجه؟ طيب انا عايز اقول لك يا حبيبي خلي بالك من نفسك وانت جاي، انت قاعد عشان عزاك ولا مش عزاك؟ ماشي يا عايز بس اسمعهم من اللي بيعزاك. ماشي ولا مش عايز تقول؟ طيب حاجه بما انك هتطلع على قناه الصحه والجمال الخميس الجاي الساعه 1:30. يا سمعتك. سمعتني؟ طب خلينا بقى تقول حاجه بقى للبرنامج. مش هتقول حاجه للبرنامج؟ اهو خلي بالكم من نفسكم، واهم حاجه ان انتوا ما تعملوش الغلط. وايه تاني؟ انا قاعده معايا ناس وانا مؤدبه علشان كده مش عارف اقول. ماشي يا حاج. ممكن توصف والده حضرتك في كلمه؟ اغلى حاجه في حياتي. مفيش حاجه احسن من الام في الدنيا كلها. الام ديت البركه بتاعتنا والدعاء والسند وكل حاجه حلوه في الدنيا، احنا ماشيين على دعائها. لا يعني لو ده الام من ده الاب زي ما بيقولوا، يعني لو امك بتحبك وبتعزك اكيد ربنا يبقى راضي عنك، والحمد لله ربنا يخليها يعني ويعطيها الصحه والعافيه. وهي الدخله الحلوه اللي اخر اليوم اللي بتضيع كل حاجه، بتضيع التعب وبتضيع كل حاجه. طب ممكن تتصل عليها وتقول لها انك بتحبها جدا؟ تمام ان شاء الله. حاضر، ثواني حياتك. ثواني، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. عيد سعيد عليك يا رب كده، ودايما في وسطينا يا رب ان شاء الله، والسنه الجايه يكون صحبه ان شاء الله في مكه ان شاء الله، انت ان شاء الله باذن الله. حاجه انت اغلى حاجه في حياتي حاجه والله، انا بحب جدا حاجه والله. يسعدك يا احمد ياب. ربنا يخليك يا رب. يسعدك يا احمد ياب. يلا هكلمك تاني. سلام. شكرا لحضرتك. حبيبي. ممكن توصف والدتك في كلمه؟ هي بالنسبة لي ست الكل وست دي أم. تمام. طب ممكن تكلمها بقى دلوقتي وتقولها انك بتحبها جدا؟ خلاص ماشي، اتصل. انا ايه يا مام؟ لا. ايه عاملة ايه؟ عاملة ايه في ايه يا روحي؟ عاملة ايه يعني الايام دي؟ رودي يا ابني الجزمة معايا دي مش فاضي. يا ست اصبري يا ست. انا جاي اقول لك ان انا بحبك قوي والله. عايز ايه يا رق؟ والله ده يعني فاهم ازاي؟ حاولوا تردي حلو عليا دلوقتي. يا ست والله بقول لك ان انا بحبك قوي. بحبك قوي. ايه؟ ماشي كده. اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه تقريرنا، استنونا في تقرير جديد. كان معاكم علي الرفاعي وبرنامج هنتحاور. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، برحب بكم من جديد وبشكر مراسلنا علي على التقرير الجميل ده. في الحقيقه احنا قلنا نعمل التقرير ده بالذات علشان عيد الام قرب، وكل سنه وكل ام طيبه. عيد الام يوم 21 مارس خلاص قرب،
فكل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ست مصريه طيبه. برضو ما نقدرش ننسى الاب، كل سنه وهو طيب. ففي الحقيقه احنا قررنا ان احنا نعمل التقرير ده علشان الام. عايزه اقول كلام كده سريعا الام، لاني مهما قلت كلام كل الدنيا وكلام العالم كله مش هيوفي حق اي ام حقها، مش هيوفيها حقها، لان فعلا هي تستاهل اكتر من كده بكتير. عايزه اقول ان الام هي السند الحقيقي للبيت، هي السند الحقيقي للبنت، للابن، للاب. ايوه الاب، حتى الاب اللي هو سند للابن والبنت هي سنده كمان. الام هي مصدر الدعم لينا، الام هي اللي دايما هدفها ان هي ترضينا، دايما بيهمها ان احنا نكون مبسوطين، مش بيهمها ان هي جعانه او تعبانه او عطشانه، مش بتبين كده ولا بتظهر كده، لان امنا هي هدفها بس في حياتها ان اولادها يكونوا مبسوطين. فالام زي ما احنا كنا بنقول في التقرير، عايزين وصف صغير عن الام. لو قلنا الام دي كل الدنيا، لو الام هي الشمس، هي كل حاجه بالنسبه لنا، لان الام فعلا تستاهل. الام هدفها في حياتها هي سعاده ابنائها، وهي السند الحقيقي لكل بيت، ما في من غيرها مش هتلاقي الدنيا ماشيه. هي السند لبنتها وابنها وحتى زوجها كمان، بيمشوا مع بعض مسيره الحياه. فخلوني اسمحوا لي ان انا اقول لامي كل سنه وانت طيبه يا ماما، كل سنه وانت معايا، كل سنه وانت واقفه جنبي، لان من غيرها انا ما كنتش هكون موجوده في المكان ده. فربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك كده، وربنا يخلي لنا كل امهاتنا ويكرمهم يا رب ويحفظهم لينا. ودلوقتي انا لو قلت قعدت احكي عن الام مش هخلص الحلقه كلها، مش هتكفي، لان فعلا الام حقها كتير علينا. ربنا يخلينا كل امهاتنا ويحفظهم، وكل سنه وكل امهات مصر وكل الامهات الوطن العربي طيبه، وربنا يخلينا كل امهاتنا. دلوقتي حابه ان انا ارحب بالضيف اللي منورني النهارده، الضيف اللي هو هيجي النهارده يطربنا. زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ان احنا عايزين حد يطربنا، واحنا النهارده جايبين الشاعر الموهوب بيتر فاخر. اهلا بيك يا بيتر. اهلا بيك. بيتر شاب وشاطر وشاعر شاطر جدا، النهارده هيطربنا بقصايده. بس يا بيتر، قبل ما نتكلم مع بعض وندخل في حوارنا، انا حابه بصراحه ان انا اسمع منك قصيده عن الام. احنا كنا دلوقتي بنتكلم عن الام، فعايزين نسمع منك قصيده للام كده، نديها هدا ليها في عيدها. اكيد طبعا، وبهدي القصيده طبعا لوالدتي طبعا، ولكل ام بهديهم القصيده. أكيد. وربنا يخليهم كده، هم سند وظهر في البيت وعمود اساسي في البيت طبعا، بجد فعلا. فربنا يخليهم لينا، وكل عام وهم بخير. امين. بقول في قصيدة: بسم الذي خلقني وأسكنني في حشاها، وجعل قلبي ينبض ويتغذى من دماها. أمي التي لا شيء يضاهيها يجاريها، أمي التي إذ بكيت بكت قبل عيناها. يا من تحملين همي فوق همك، يا من تحملين همي فوق همك، وتحتسين حزني كأسا مرا بالشفاء. تخرجين إلينا صامدة متبسمة، وتخبئين دمعة حزن لا نراها. لا تشكو أمي من أوجاعها، لا تشكو أمي من أوجاعها، وتحمل أحزاننا كما تحمل رداها. تضحك أمي أمامي وتصلي لسلامي، وتبكي ليلا إذ ضلت قدمي خطاها. أمي التي إذ طلبت منها عيونها، أمي التي إذ طلبت منها عيونها، لاقتلعتهم وجاءت حاملتهم بكفاها. وإن قلت يوما أني متعب، وإن قلت يوما أني متعب، صاحت: يا الله اشفيه، وكأنها تطلب شفاها. أمي ترفض أن أغيب أو أسافر، ترفض أن أفارق، وتقول أني دواها. يا أمي كل من حولك نجوم، وحدك أنت قمر في سماها. برافو جدا، انا ربنا يخلينا كل امهاتنا. امين يا رب. امين بجد، يعني شعرك مؤثر جدا. انت طربتني من بدايه الحلقه، امال باقي الحلقه ايه؟ طب يا بيتر، عايزين دلوقتي جمهورك طبعا بعد القصيده ده اللي هو عايزين كلهم يعرفوك، عايزين تعرف عليك اكتر، عرفنا بيك. انا بيتر فاخر، من عندي 24 سنه، من اسيوط.
اهلا بيك يا بيتر. اهلا بيك، ربنا يخليك. طب يا بيتر، في البدايه عايزين نعرف انت بدات مجال الشعر ازاي؟ انا بدات اول قصايدي يعني بدات في 2016 او بالاخص من اخر 2015 بدات الكتابه. طبعا ما كنت بقرا كتير، انا من هوايه القراءه اساسا، بحب اقرا كتير. ومع الوقت بديت اكتب، ومع الوقت بدات اخد خطوه في المجال وحبيت المجال، وانا يعني عندي القدره على الكتابه، فبدات اطور من نفسي مع الوقت لحد ما وصلت النهارده. تمام. مين اول حد شجعك او ساعدك وقال لك تنفع انك تبقى شاعر؟ انا كان والدي الله يرحمه، كان بيحب الشعر جدا لدرجه ان هو كان لما بيجي عندنا حد في البيت ضيف او حاجه، انا عندي دفتر قصايدي، فكان كل ما بيجي حد بياخد الدفتر ده وبيقعد يقرا، فدي كانت حاجه بتشجعني جدا ان في حد مهتم بحاجه زي كده. وطبعا البيت عندي والاصدقاء فيمن يعني تمام يعني كان بس في بابا يعتبر بس والدي طبعا كان تشجيعه اكبر. وطبعا بعد غيابه حبيت يعني ان عايز اكمل في الطريق ده كمان. طب اكيد انت قلت لنا انت محضر قصيده لباباك الله يرحمه. طبعا، فعايزين نسمعها منك. دي رساله لوالدي كتبتها من فتره قريبه، بقول ازيك يا بابا، اخبار الدنيا هناك من وقت غيابك وانا بستناك، بطلب ارقام تليفونك واستنى ترد، وبصبر نفسي واقول يمكن مشغول، واخواتي نسالوا في يوم عنك بقول مشوار وهو جاي على طول، بس غيابك طال، بس غيابك طال. طب حتى سؤال سلم وامشي، طمنا على الحال والاحوال، اشرب شاي وتعشى معانا ولمنا حواليك، بردان ايدينا مرعوشه بلاديك، بردان ايدينا مرعوشه بلاديك. الايام دبلانه من يوم ما سافرت، كنت انا عيل بعد غيابك فجأة كبرت، كان برضو وجودك شيء كافي لتغيير لون العالم قدام مني، كان كل كلامك شافي وحضنك وسط الخوف كان بيطمني. وحشني وجودك نبرة صوتك يا كبرنا يا عمود البيت وأساسه. من يوم ما مشيت احنا كبرنا والبيت بيعيط على ناسه. مش ناوي تيجي طيب لو حتى الوقت قريب وترجعنا عيال من تاني وتوقف دمع البيت؟ يصعب على قلبي لما يقولوا ابوك مات واكون فجأة كبير البيت. ربنا يرحمه ربنا يحفظ اولياء الامور اللي قاعدين وربنا يخليهم لنا. طبعا احنا دايما بنسمع اني انا حقيقي تاثرت مش دايما بنسمع ان الاهل دايما بيقولوا ان مثلا الشعر ده تضيع وقت، دايما اي حد ممكن يكون عنده موهبه، ممكن الاهل في بعض الاهل يعني مش كل الاهل اكيد، بس بعض الاهل يقولوا لا ده انت بتضيع وقتك، الموهبه دي مش كويسه او كده، خليك في المذاكره بتاعتك، خليك مثلا في دراستك او شغلك او كده. هل اهلك كانوا داعمين ليك ولا لا؟ من ده على ده. يعني انا كان في اخواتي بيدعموني طبعا، وامي يعني، وبرضه بعذر الناس اللي ما بتدعمش حاجه زي كده، لان هو الوضع يعني اللي هو معروف ان الشعر مش مجال شغل. فاهماني؟ وموهبه بمعنى صح فعلا شبه تضييع وقت، بس هو بالنسبه لي كحلم. برضه عندي تشجيع من الاصدقاء القرايب، عندي خدام بيشجعوني، اولاد عمي، الاصدقاء، وفي برضه الجزء اللي هو في البدايه كان شايف ان الموضوع مجرد تضييع وقت وان حاجه مش هتوصلك، واللي هو بيديك دفع للاحباط مش انك تتقدم. بس طبعا كنت باخد الاثنين للنجاح، يعني اللي بيشجعني هو بيشجعني، واللي بيحبطني بحاول اوصل له فكره ان انا لا انا اقدر اكمل واقدر اكون حاجه في المستقبل بدل ان انا موجود هنا النهارده. بالظبط، وانت منورنا النهارده. سلام. وحقيقي ان شعرك ممكن يوصل رساله اصلا، يعني مش شرط
هو يعني كتاباتك ممكن توصل رساله، مش شرط اللي هو فكره تضييع وقت والكلام ده. لا هو الشعر لازم يكون نبض المجتمع، انا بامن ان الشعر هو نبض المجتمع بالظبط. عاوزين نعرف منك بقى ايه الاماكن اللي قلت فيها شعر، ايه الاماكن دايما بتحب تروحها تقول شعر، او الاماكن اللي انت دعيت ليها؟ هو انا دايما شعري بيكون في كنيستي، كنيسه الملك رفايع، احتفالات وكده يعني. في الحفلات دايما بيكون في كنيستي بقول قصايد هناك. وطبعا مع الوقت ممكن في قعده كده مع بعض مع الاصدقاء. طبعا بتمنى الفتره اللي جايه اطور من الموضوع، اكون في حفلات بره بره كنيستي او في مكان تاني. وطبعا يعني مش هقف اكيد في الوضع اللي انا فيه، بس الفكره ان احنا بس في قريه، او بمعنى صح احنا في ريف، فاللي هي الدنيا بتبقى ضيقه لحد ما فيش انفتاح بالطريقه اللي هي توصلك لحاجه زي كده. طيب انا قبل ما اكمل اسئلتي انا بصراحه عايز اسمع قصيده تاني، فسمعنا حاجه ونرجع نكمل اسئلتي. طيب هسمعك رساله كنت كاتبه لوالدي الله يرحمه بعد وفاته بفتره بسيطه يعني. تمام. قد فاض الدمع يا أبي، قد فاض الدمع يا أبي، والحزن ساد بكوكبي، لا الشمس تشرق بعد الرحيل، لا الصبح يأتي ولا المغرب، الكون الكون صمت حداد عليك، وكأن رحيلك أكبر مصائبي. كنت طفلا قبل الرحيل، كنت طفلا قبل الرحيل، اليوم اليوم صرت شاب شائب. يا أبي يا أبي، يا صاحب القلب الحنون الطيب، يا من حملت همي فوق رأسك، يا من حملت همي فوق رأسك، ولا تشكو ولا تشكو وأنت المتعب. أسقيتني أسقيتني من الحياة شهدها، أسقيتني من الحياة شهدها، وكأس مر أنت شاربي. تخبئ تخبئ قساوة الدنيا عليك، تخبئ قساوة الدنيا عليك، وتأتي إلينا بالخير الأطيب. أي قلب كان عندك، أي قلب كان عندك، أي حب حب أبي، أكان لديك قلب مثلنا، أم كنت تحمل قلب نبي؟ والله والله لو كنت دينا يتبع، لعليك كان ديني ومذهبي. ليس كفرا مني إنما، ليس كفرا مني إنما، أنتم لا تعلمون من يكون أبي. ذاك الرجل، ذاك الرجل القاسي أحيانا، الحنون في عز الغضب. أتقولون، أتقولون قد مات أبيك، أتقولون قد مات أبيك، إذن من يسكن الآن بي؟ أبي غائب لم يمت، وحتما وحتما سوف يأتي يوم ويعود الغائب. جميل جدا يا بيتر، جميل بجد يعني. عايزين نعرف منك يا بيتر، الشعر عندك موهبة ولا وراثة من اكتسبتها من حد من عيلتك؟ لا هو الشعر موهبة يعني، ما اعتقدش ان كان في حد عندنا بيكتب شعر قبل كده. عاوزين نعرف منك برضو مين الشعراء اللي انت بتتبع نهجهم يعني بتمشي وراهم؟ هو انا بتاثر بنظام نزار قباني يعني، انا من عشاق نزار قباني ودرويش والجماعه القدام يعني. ايه اكتر قصيده انت كتبتها كانت قريبه لقلبك؟ اكتر قصيده كانت في قصيده اسمها مرت من امامي. تمام. عاوز اعرف منك بقى مين اكتر شاعر حاليا او قبل كده انت بتحبه او بتفضله في الوقت ده؟ ممكن في الوقت الحالي، في الوقت الحالي طبعا دلوقتي عمرو حسن والجخ، لكن قبل كده طبعا كان نزار. طب ايه اول قصيده بقى كتبتها؟ اول قصيده كتبتها كانت قالوا كيف تراها، ودي كتبتها في يوم 17/8/2015. فاكر التاريخ بالظبط. اول بدايه. عايزه برضو اعرف منك دلوقتي ايه وجهه نظرك، انك انت مثلا تيجي الفكره في دماغك وتكتب قصيده، بالنسبه لك ابسط ولا انك انت تقفل القصيده اللي هو تخلصها تنهيها مثلا؟ الاسهل انك تخلص القصيده.
لكن البداية هي المشكلة. اه لأن القصيدة بالظبط تشبه الموت، يعني الاثنين ايه يأتيان بغتة، يعني ما لهمش وقت. ممكن شاعر يمسك قلم يقعد شهر ما يكتبش قصيدة، وممكن في لحظة يكتب قصيدتين. طب ايه اللي بيشد بيتر علشان يمسك القلم ويكتب؟ يعني ايه اللي بيخليك تكون متحمس الفترة دي مثلا انك هتبدأ تكتب قصيدة؟ هو بص، هو اي شاعر بيبقى في حاجتين بيخلوه يبدا يكتب او يمسك القلم ويكتب، الحزن والحب. وانا عندي من الحزن اطنان ومن الحب في القلب واميره يعني. طب عايزه اسمع منك قصيده في الختام كده. اقول لك يا من ظننتي، يا من ظننتي، يا من ظننتي بالرحيل موتي، رحلتي انت، رحلت أنت وأنا ما زلت حيا، ما زال قلبي ينظر وما زال نبض قلبي ليا، لم أسقط بعد رحيلك فما زالت تمسكني يدي، لم أبكي يوم الفراق بل احتفظت بدموعي لعيني، لا بقاؤك كان يزيدني ولا رحيلك ينقص شيئا فيا، أنا ما زلت متماسكا، أنا ما زلت متماسكا، وانهياري في أحلامك المسائية، لن أعيش دور مظلوم الهوى، لن أعيش دور مظلوم الهوى، لا ولن أعيش دور الضحية، أنا أعظم من أن تكسريني، أنا أعظم من أن تكسريني أو أن يروني بعدك باكيا، أنا لن أقول ارجعي، أنا لن أقول ارجعي، لا ولن أصرخ مناديا، أنا بسمتي بعدك تزداد، أنا فرحتي بعدك تزداد، وشمسي تشرق من كل ناحية. بيتر للاسف وقت حلقتنا انتهى، كان نفسنا نكمل معاك اكتر ونسمع قصايد لان احنا فعلا اضطربنا منك. شكرا جزيلا يا بيتر، وشكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. بنفكركم ان احنا في برنامج هنتحاور بندعم كل الشباب، بندعم كل المواهب، بندعم الشباب اللي دايما بتجري ورا حلمها ورا طموحها، دايما بندعم الشباب اللي بتخلي عندنا امل في بكره، لان الواحد لما بيتمسك بحلمه بيوصل ليه. فاحنا معاكم، واي حد شايف عنده موهبه ممكن يقدم في البرنامج، وممكن احنا نتواصل بيه علشان يقدم معانا. احنا هنتحاور معاكم في كل المواضيع اللي تخصكم وتهمكم، وكل سنه وكل نرجع نقول كل سنه وكل ام طيبه، وربنا يخلينا امهاتنا ويخلينا اولياء امورنا ووالدينا. ربنا يخليكم لينا بقى، ويخلينا نتحاور معاكم دايما في مواضيع مختلفه. بشكركم جزيلا واشوفكم في حلقه جديده. الى اللقاء مره تانية مع نرمين المهندس.